أهلا بكم في تفاصيل الساحل اليوم. ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقت قناة الساحل إدارة وعمالا نبأ رحيل الصحفية بقناة الساحل الزميلة جميلة محمد الهادي. اليوم رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس، وإذ تعلن القناة لمشاهديها هذا الخبر الحزين فإنها تتقدم بخالص التعزية وأصدق المواساة لذوي الفقيدة ومحبيها ولكل العاملين في الحقل الإعلامي. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. ليلة حزينة وطويلة تشاركها ذو الراحلة الزميلة جميلة محمد الهادي وزملاؤها وأصدقاؤها وجمهور عريض من محبيها. قناة الساحل كانت المحطة الأخيرة للراحلة، حيث شكلت إحدى أهم المراحل في حياتها العملية. طيبة ذكر جميلة محمد الهادي التحقت بالعمل هنا في القناة مقدمة للنشرات الرئيسية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار الساحل، نقدمها من العاصمة نواكشوط. هنا في هذه المقصورة خاضت جميلة أوج عطائها المهني بين زملاء تكن لهم ويكنون لها أسمى آيات الاعتبار الأخوي، والغرفة الفنية للبث المباشر في القناة خير شاهد. راحلة عرفتها في عدة مراحل من حياتها المهنية، كان لي شرف طبعا لأني من بين الزملاء اللي اشتغلوا معاها. كانت إنسانة سلسة جدا. كان نبأ رحيلها صادم للغاية. كان عزائي طبعا الوحيد على أننا نفتح فيسبوك، يوالي الناس كاملها تبقي جميلة، وهذه بشارة عندي لها بهاللي مولانا يدين يبقي حد من عبيده يسخر للناس لياك تبقيه. كان هذا عزائي الوحيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكما عاشت الساحل ليلة حزن، كان اليوم الأول من العزاء عصيبا على الزملاء هنا، فذكرى جميلة ما زالت حاضرة في كل ركن من استديوهات القناة. ذكرى مرحومة جميلة دور تبقى هون في استجاهات قناة الساحل، لأن جميلة كانت تعتبر قناة الساحل كعائلتها الثانية، واليوم لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. عملت مع المرحومة جميلة مثل هذه تغمدها الله بواسع رحمته في مرحلتين، مرحلة إذاعة موريتانيا ومرحلة قناة الساحل. تميزت المرحومة بالتفاني في العمل حتى في أوقات صعبة، كان ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق جميلة تفي به دون الحاجة للرجوع إلى أحد. كانت تقوم بواجبها من تلقاء نفسها، كانت سيدة مجدة وطيبة وتميزت بأخلاق عالية، وكانت فعلا تمثل المرأة المسلمة والمرأة الموريتانية. لم يكن مثل هكذا حدث ليمر دون حملة تعاطف واسعة على وسائط التواصل الاجتماعي عبرت عن مدى قرب الفقيدة من متابعيها. رحم الله الزميلة جميلة محمد الهادي وأسكنها علياء فردوسه. ماذا بربك يفتري الجهلاء، وبأي إفك ترطن البغضاء؟ ماذا يقول الحاقدون عن الذي
سطعت بنور صفاته الأضواء. رحم الله الأخت والزميلة جميلة محمد الهادي. نهاية النشرة تذكير بالعناوين.